أتسلى بشخصية ريم هيك أعطيها قصص جديدة، وما عبالي الجمهور يشبع منها كتير، عبالي يضلون عم بيلاقوا قصص جديدة عم تطلع منها يكتشفوها أكتر، مثل ما بتكون بعلاقة مع إنسان على سنة أو اثنين أو ثلاثة، بعد ثلاث سنين تكتشف قصص عنه جديدة ما كنت تعرفها قبل. وهذا اللي عم جرب أعمل بشخصية ريم، فجيون سايد تاني منها، سايد أقوى شوي، أنضج شوي. مش قصة ضعف أو قوة بالقلب، هي قصة إنه عادة ريم من الشخصيات قبل ما تفكر بعقلها بتفكر بقلبها دايماً بتروح اتجاه إنه شو عم بتحس. هالسنة هالموسم لأنه هي بعالم جديد وما بقى عندها شيء تخسره، صارت عم تفكر أكثر بطريقة أقسى فينا نقول. بعدين نهايات المسلسل القصص بتتغير كتير وريم ترجع تقطع بمراحل صعبة كتير، مواقف صعبة كتير، بس أكيد تصرفاتها هالمرة رح تكون غير عن الموسم الماضي. السرعة يلي موجودة السنة الماضية كان سريع، بس سريع بطريقة أكتر هيك يعني بتحبطك بتعمل لك هيك مثل داون. هالمرة في سرعة مع شوية أكشن وفي كاركترز كتير جديد وكل كاركتر أحلى من الثاني. أنا أكتر شيء انبسطت فيها السنة هن الكاركترز الجديدة اللي عم نلعب معهم. كارما يا لؤي. هو الموضوع إنه الناس بحس إنه هن أصلاً بدون يعرفوا شو صار مع سحر وريم، يعني ما بحس إنه نحنا فينا نغريهم بأي شيء ممكن نقوله، يعني نحنا وصلنا للنهاية إنه سحر وريم وقعوا بالماي ورجعوا عايشوا، فالناس هي أصلاً محمسة بعتقد إنها تشوف وتعرف شو صار معهم، وين صاروا، صار بالشخصيات اللي كانت قريبة منهم إذا بعض الموجودين أو لا. علاقتهم لسحر وريم كيف صارت، لأن الموسم الماضي كانت شوي هيك هيد تو هيد، يعني كانوا كل الوقت عم بيتخانقوا على كتير قصص، فبحس الناس هي منها لحالها محمسة تعرف لوين رايحين هالموسم.